مشاهدي ميديا تي في، اهلا بكم في هذه التغطية الخاصة بجائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس المريم للغولف هنا بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالعاصمة الرباط. وقبل الحديث عن تفاصيل هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام على أرض المملكة، دعوني أرحب أولا بضيفي في حلقة اليوم، وسعيد وتشرف أن يكون معنا في بلاتو ميديا تي في هنا بقلب مسالك دار السلام مصطفى الزين، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف. سي مصطفى أهلا بك بداية. شكرا لكم والميديا تي في. أهلا بك. إذا سي مصطفى، كما يعلم الجميع منافسات جائزة الحسن الثاني للغولف توقفت مضطرة لمدة حوالي 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، كما توقفت العديد من التظاهرات الرياضية عبر العالم. الجديد هذه السنة هو إدراج جائزة الحسن الثاني ضمن رزنامة البي جي اي تور بعدما كانت لسنوات ضمن أجندة يوروبيان تور. كنعرفوا بأن البي جي اي تور يعني أرفع سيركوي كما يقال بلغة الغولف على الصعيد العالمي. هل كان من السهل إقناع منظمي البي جي اي لإدراج جائزة الحسن الثاني ضمن هذه الرزنامة؟ كان في الحقيقة كان سهل، ولكن اللي عاوننا بزاف هو عدد الأبطال اللي جاوا لنا واللي كيلعبوا في الشامبيون تور، كلهم جاوا المغرب. وهذه سنين جاوا ولعبوا في الكرة دار السلام، ومن منهم أبطال اللي ربحوا في دار السلام أخذوا نتائج ورجعوا من أكبر فائزين الغولف في العالم لا في أمريكا ولا في أوروبا. طيب، كتحدثنا عدد الأبطال يعني اللي شاركوا سبق لهم المشاركة هنا بجائزة الحسن الثاني في سنوات التسعينات أو حتى قبل ذلك، هم حاضرين اليوم أيضا في الرباط؟ تحدثوا على أبرز الأسماء يعني اللي حاضرة في نسخة هذه السنة. نعم، الأسماء كان برنارد لانجر هو الرئيس الألماني، كان كولين مونتغومري كان جل هنا وفاز بالجائزة، كان أولا زابال إسباني اللي توا فاز بالجائزة، كان خيمينيس كتشوفوا الإسباني اللي معروف كثير في هذا العالم، كاين كريستيانو لونا إسباني اللي ربح 3 مرات حسن قلت حسن الثاني، كاين روجي شابمان والى اخره، كاين عدد كبير من اللاعبين. قمة رياضية كبيرة ضد المشاركين هذه السنة، يعني 4 مشاركين مدرجين في الهول اوف فيم ديال رياضه الغولف، وايضا يعني حوالي 40/3 ديال المشاركين هنا، 40 من 66 مشارك سبق لهم يعني توجوا في بطولات كبيره عبر العالم. عبر العالم بالاخص في امريكا عدد كبير من الابطال اللي جاوا اليوم عندنا كلهم قلت انت 2/3 وكثر من 2/3 ربحوا في عدد المباريات العالميه وبالأخص في أمريكا وفي البطولات الكبرى. في البطولات الكبرى الماسترز اليوس أوبن بريتش أوبن إلى آخره. مباراة مهمة في تاريخ الغولف. طيب، تحدثنا شوية على جائزة الحسن الثاني، تكلموا أيضا على كأس المريم هذه السنة، يعني بطلات عالميات حضرت في نسخات هذه السنة، ربما 17 من أصل 20 أول لاعبة في العالم حاضرين هنا، منهم أيضا بطلات سبق لهم توجوا هنا بالرباط. وايضا يعني جائزه او كاس للمريم، يعني العديد من اللاعبات اللي شاركوا هنايا كانت ربما دي الانطلاقه ديالهم في عالم الغولف في ليديز يوروبيان تور. لا، من غير ليديز يوروبيان تور بان جائزه الحسن الثاني كذلك كانوا عدد اللاعبين اللي مشوف في العالمي بداوا في اليوروبيان تور. على سبيل المثال كاين الناس اللي ربحوا في كاس الحسن الثاني ورجعوا أبطال عالميين. إذن في الكأس الأمير للمريم أغلبية ديال اللاعبات كيجيو يحضر، بحيث كاين واحد يقبل كثير من عند اللاعبات الأوروبيين ومنهم بعد اللاعبات الدوليين آخرين. و اللي يمكن لي نقول لك اليوم هو هاد اللاعبات المشهورات كلهم حاضرين، وزيد عليهم بطبيعة الحال اللاعبات المغربيات اللي وصلوا لواحد المستوى عالي اللي حتى هما ان شاء الله غادي يشاركوا معنا في هذا الموضوع. اللاعبات المغربيات اللي السنه استثنائيه، 7 لاعبات مغربيات يشاركن في بطولات هذه السنه، منهم لاعبات محترفات ويتالقوا على صعيد البطولات العالميه كما حديوي، كايضا ايناس القلاش، وايضا لاعبات من المنتخب المغربي حاضرين هنا في مسالك دار السلام. عندك الحق، ولكن نسيتي واحد الاسم مهم وهي
صوفيا السخلي اللي هي عندها 13 سنه ولعبت وربحت في امريكا وفي اوروبا، يعني راه مازال شابه. اصغر اللاعبات، اصغر لاعبات في العالم يعني العالم اللي ربحوا بالنتيجه الى اخره، يعني واللي الجميع يعني بقى بمستقبل كبير في رياضه الجولف. وهذا سي مصطفى كيجرنا للحديث على البروغرام اكسلونس ديال الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الجولف من اجل تكوين اللاعبين المغاربه باش تكون يعني المغرب مكانه رائده عبر العالم في ممارسه الرياضه. هذا الشيء كان جات من صاحب سمو الملك الامير الرشيد اللي خلك خص الجولف يكون في مستوى الجميع، بحيث خذينا مدارس في جميع الانديه، في جميع الانديه كاينه مدارس، وكذلك دي زاكاديمي، لي زاكاديمي اللي كياخذوا احسن لاعبين في النادي، وهذوك لي زاكاديمي كيكونوا شبان في ناحيه رياضه الجولف، والجامعه في الرباط كتجمعهم كتسموا لي زيليت باش يجيو تكونوا اكثر ويكونوا ان شاء الله ابطال في المستقبل. طيب، من خلال الحضور ديال الابطال العالميين هنا في الرباط، لا اللاعبين في جائزه الحسن الثاني، لا في منافسه كاس المريم، يعني انطباعات اللي عندهم هنايا على المسالك ديال دار السلام والخصوصيه ديالها مقارنه بالمسالك الموجوده عبر العالم. نحكي لك، بغيت نحكي لك على التاريخ، بحيث كان في امريكا في ملي الجولف دار السلام تخلق في السبعينات، في اول السبعينات كانوا الامريكيين كيجيو لدار السلام باش يلعبوا في رويال جولف دار السلام. ونزيد على مثال، كان مثلا الامريكيين كيجيو يديروا السياحه في اوروبا، كيجيو يشوفوا باريس لندن ويمشيو للرباط لاش باش يلعبوا في دار السلام، بحيث كان هذا الجولف عنده واحد السمعه مهمه وبقات ديك السمعه الى الان، رغم ان عدد كبير من المسالك في العالم تكونت، بقات السمعه ديال دار السلام هي السمعه ديال دار السلام، ويعد من احسن مسالك في العالم. طيب، يعني كسؤال اخير ربما سي مصطفى، فوقاش يمكن نشوفوا يعني تتويج مغربي هنا في دار السلام، ربما في منافسات السيدات او في مستقبلا ايضا في منافسات جائزه الحسن الثاني؟ يمكن لي نقول لك مثلا على سبيل المثال بان ينس الخلاص عندها واحد الحظ باش ربما تفوز هذه السنه بالكاس ديال المريم، وعندنا اليوم شاب راه مش محترف الان لعب تحت ثلاثة تحت أربعة تحت المعدل في المملكة السعودية. جيت أنا البارح من المملكة السعودية، كنت حاضر التتويج ديالو، خدا يعني واحد الرتبة في الميدان العربي مهمة مهمة، واليوم هو مهدي فخوري، هو المهدي فخوري، واليوم راه في سلطنة عمان. نعم، باش يشارك كذلك ماشي محترف، مش محترف كنهضر كل شيء على المحترف. نعم، أنظن مهدي عنده واحد المستقبل كبير. اللاعبين المغاربة الشباب عموما يعني في الأشهر والسنوات الأخيرة يعني عندهم حضور كبير في المنافسات الإقليمية، خصوصا على الصعيد العربي وعلى الصعيد الإفريقي. المنتخب المغربي اللي توج منافسات كأس إفريقيا أيضا بطولة العرب، ولاعبين المغاربة اللي عندهم حضور كبير في المنافسات القارية كما ذكرت. تابعة الحال دابا على سبيل المثال هذا الأسبوع كاين لاعبين اللي مشاو العربية السعودية، خويا كانوا في مصر، اليوم هم في عمان، الأسبوع الماجي غادي يكونوا في قطر، المغاربة موجودين ومطلوبين لأن المستوى ديالهم مستوى رفيع. وهذا كيبين بان جميع الدول العربيه كتتمنى المغاربه يكونوا معاهم، ويتمنى وكذلك يكونوا في المستوى ديال المغاربه. ان شاء الله مستقبل مشرق لرياضه الجولف على الصعيد العالمي بالنسبه للابطال ديالنا المغاربه، وحتى الصعيد لكل الابطال الحاضرين هنا مسالك دار السلام. شكرا لك. كلمة أخيرة سي مصطفى. لا، بغيت نشكركم لأن دائما كتجيو تشجعونا في هذا الميدان، وكنشكركم الحضور ديالكم. هذا واجب سي مصطفى، ونتمنوا حنا الإشارة ديالكم وقت ما بغيتي. شكرا، بارك الله فيك سي مصطفى، كنت معنا مباشرة في هذا العدد الخاص بتغطية جائزة الحسن الثاني للجولف ومنافسة كأس المريم. شكرا. من دار السلام بالرباط، شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. الموعد يتجدد بإذن الله يوم غد في نفس التوقيت ونفس القناة، لكم من أجمل تحية وإلى اللقاء.